السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه السياره ستيبوي دوزيام درنا لها 16 ا كملنا البروغراماسيون تاعنا فيها موتور 1.5 دي سي. دركا شي واحد حبيت نمد معلومه جماعه تاع البروغراماسيون تاع سكالر الكالكيلاتور دي سي ام 3.4 فيها ديلفي دي سي ام 3.4 منين ذاك سبحان الله ممكن تجيك سياره طفي صالح باش الحسيه. نعطيكم مثال كالكيلاتور في 42 ولا حاجه منين داك تقدر دير ميزاجور عادي جدا. قال مثال تيك طوموبيل فيها مشكل دير ميزاجور وتشوف يروح البروبليم ولا ما يروحش. كالكيلاتور دي سي ام 3.4 لو كان تروح دير ميزاجور ديريكتومون بالكيس تكتبو او بي دي واش راح يصير لك؟ نوض الطوموبيل تيرميني تطلع لك 1500 تور بار مينيت وما تاكسيليري لكش. علاه ما تاكسيليريش؟ باسكو الكوداج تاع لي زانجيكتور لازم يتعاود. معليش نعطيكم نصيحه جاتك الظروف تحتمت عليك حبيت دير ميزاجور كالكيلاتور هذا ادخل بلوتي دو ديغنوستيك اقرا لي ريفيرونس تاع لي زانجيكتور صورهم روح دير الميزاجور تاعك بالاو بي دي كي تنوض الطوموبيل يجي تورميني طالع لاكسيليراسيون ما كانش ماشي مشكله عاود ادخل بلوتي دو ديغنوستيك بروغرامي لي زانجيكتور 1 2 3 4 والتفاريح. اذا ما صورتهمش قبل ودير ميزاجور ممكن رايحه تخلعك تقول واش هي الحاله وميموار راحت ولا ما عجبنيش. من بعد كي تعرف بلي عندك كوداج راح لك تولي تحلي في لاكاج هذه وتعود تحوس على الريفيرونس تكتب فيهم واحد بواحد يسمى خدمه كبيره وما على بالك. علاه نمد لكم هذه تتحتم ليها دير الاجراءات تاعك قبل دير ميزاجور. صرات لك الغلطه هذه درتها على الاقل تعرف وراها الحل ما تبداش تكسر راسك وتقول لي ودي الميموار راحت. تحياتنا لكم والسلام عليكم.